بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بطلابي طلاب الصف الثامن من مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية، ومع درس جديد من كتاب اللغة العربية يرون ما لا أرى مع المعلمة أسماء النبابتة. هيا بنا يا طلاب الأحباء. الشخص الذي أمامكم هذا اسمه طه حسين، وهو من كتب النص أو الدرس الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله. اسمه طه حسين، له مؤلفات عديدة ومن ضمنها كتاب الأيام الذي أخذ منه هذا النص الذي سنقرأه الآن إن شاء الله، ولكن بعد أن نتعرف على كاتبنا طه حسين. طه حسين هو أديب مصري، ولد عام 1889 وتوفي عام 1973 ميلاديا. هو أديب مصري، فقد بصره طفلا صغيرا، لكنه ماذا تحدى ذلك بالصبر والإيمان والمثابرة، وحتى أنه استحق لقب عميد الأدب العربي. فلو سألتك يا ثامن من هو عميد الأدب العربي، ستقول لي طه حسين. ترك مجموعة من المؤلفات من أهمها في الأدب الجاهلي وعلى هامش السيرة وذكرى أبي العلاء وكتاب الأيام الذي أخذ منه النص الذي بين يدينا الذي سنقوم بقراءته اليوم، هو أيضا كتاب بعدة أجزاء، وتحدث فيه عن حياته الشخصية وسيرته الذاتية. إذا كتاب الأيام له عدة أجزاء، والذي أخذ منه هذا النص، والنص الذي بين أيدينا ودرس يرون ما لا أرى هو سيرة ذاتية. إذا هو سيرة ذاتية. هيا بنا لنقوم بقراءة الدرس. قد قمنا بتقسيمه إلى عدة فقرات، وسنقوم إن شاء الله بقراءة الفقرات ومعرفة الفكرة لكل فقرة والتعرف إلى المعاني. كان سابع 13 من أبناء أبيه وخامس 11 من أشقائه، وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكانا خاصا يمتاز به بين إخوته وأخواته. أكان هذا المكان يرضيه؟ أكان يؤذيه؟ الحق أنه لا يتبين ذلك إلا في غموض وإبهام، والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحكم في ذلك حكما صادقا. كان يحس من أمه رحمة ورأفة، وكان يجد من أبيه لينا ورفقة، وكان يشعر من إخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له، لكنه كان يجد إلى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانب أمه شيئا من الإهمال أحيانا ومن الغلظة أحيانا أخرى. كان يجد إلى جانب هذا اللين والرفق من أبيه شيئا من الإهمال أيضا والإزورار من وقت إلى وقت، وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه لأنه كان يجد فيه شيئا من الإشفاق مشوبا بشيء من الإزدراء. أما الفكرة الرئيسة من هذه الفقرة الأولى والثانية، المعاملة الخاصة لدى طه حسين وترتيبه بين إخوته. أما المعاني وأبرز المعاني في هاتين الفقرتين، الاحتياط الحذر، الغلظة الشدة، الإزورار أزور الشيق الشخص عن الشيء بمعنى مال وابتعد عنه مشوبا مختلطا، والإزدراء الاحتقار. إذن هذه الفكرة وأبرز المعاني في هاتين الفقرتين. ننتقل إلى الفقرة الثالثة. على الرغم أو على أنه لم يلبث أنه تبين سبب هذا كله، فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلا، وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع وينهضون ما من الأمن ما لا ينهض، وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته في أشياء تحظرها عليه. كان ذلك يحفظه، ولكن لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق، ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به، فعلم أنهم يرون ما لا يرى. يحفظه بمعنى يحزنه. أما الفكرة الرئيسة من هذه الفقرة هي معرفة الكاتب سبب معاملة أهله له، وهو أنه ماذا؟ فاقد للبصر. أما الصورة الفنية في هذه الفقرة أنه لم يلبث هذه الحفيظة أو لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن
صامت. هنا شبه الحزن بإنسان صامت، شبه الحزن بإنسان ماذا؟ صامت. هذه الفقرة الثالثة. ننتقل يا أعزائي الطلبة ويا أبناء الطلبة إلى الفقرة الرابعة. كان من أول أمره طلعة لا يحفل بما يلقى من الأمر في سبيل أن يستكشف ما لا يعلم، وكان ذلك يكلفه كثيرا من الألم والعناء، ولكن حادثة واحدة حدت ميله إلى الاستطلاع وملأت قلبه حياء لم يفارقه إلى الآن. كان جالسا إلى العشاء بين إخوته وأبيه، وكانت أمه كعادتها تشرف على حفلة الطعام، وكان يأكل كما يأكل الناس، ولكن لأمر ما خطر له خاطر غريب. ما الذي يقع له لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدلا من أن يأخذها كعادته بيد واحدة؟ وما الذي يمنعه من هذه التجربة؟ لا شيء، وإذن فقد أخذ اللقمة بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فمه، فأما إخوته فأغرقوا في الضحك، وأما أمه فأجهشت بالبكاء، وأما أبوه فقال في صوت هادئ حزين: ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني؟ وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته. هذه الفقرة الرابعة. الفكرة الرئيسة وصف الكاتب لحادثة المائدة. طلع كثير الاطلاع، حدت قلت، فأغرقوا في الضحك، ضحكوا بشدة، فأجهشت بالبكاء، بمعنى همت أو بدأت فيه به، همت بالبكاء وبدأت في البكاء. الفكرة الخامسة أو الفقرة الخامسة: من ذلك الوقت تقيدت حركاته بشيء من الرزانة والإشفاق والحياء، لا حد له، ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية، ومن ذلك الوقت حرم على نفسه ألوانا من الطعام لم تبح له إلا بعد أن جاوز 25. حرم على نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التي تؤكل بالملاعق، لأنه كان يعرف أنه يحسن اصطناع الملعقة، وكان يكره أن يضحك إخوته أو تبكي أمه أو يعلمه أبوه في هدوء حزين. ثم حرم على نفسه من ألوان اللعب والعبث كل شيء إلا ما لا يكلفه عناء ولا يعرضه للضحك والإشفاق. الفكرة الرئيسة: أثر حادثة المائدة في حياة الكاتب وتصرفاته. فالرزانة الوقار تبح تسمح، اصطناع الإمساك بها أو استعمالها عناء تعب. هذه الفقرة الخامسة. ننتقل يا أبناء الطلبة إلى الفقرة السادسة والأخيرة. وانصرافه هذا عن العبث حبب إليه لونا من ألوان اللهو، هو الاستماع إلى القصص والأحاديث، فكان أحب شيء إليه أن يسمع إنشاد الشاعر أو حديث الرجال إلى أبيه والنساء إلى أمه، ومن هنا تعلم حسن الاستماع. وعلى هذا النحو حفظ صاحبنا كثيرا من الأغاني وكثيرا من جد القصص وهزله، وحفظ شيئا آخر لم تكن بينه وبين هذا كله صلة، وهي الأوراد التي كان يتلوها جده الضرير إذا أصبح أو أمسى. هزل بمعنى عكسه اللي هو عكس الجد، الأوراد جمع ورد وهي الأذكار. الفكرة الرئيسة: حبه الاستماع القصص والأحاديث والأوراد وحفظه الكثير منها. هكذا نكون قد أنهينا شرح الدرس وتعرفنا إلى المعاني والأفكار. المطلوب منك يا ثامن حل أسئلة الفهم والاستيعاب والقضايا اللغوية في الكتاب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.